يا اخي ما بيصير الراديو يكون هو مصدر اخبارك الوحيد. الناس هلكتنا تليفونات وفاكسات وكله بده يعرف شو صار بالباخره، وهذا ان دل على شيء بدل على ثقه الناس بجريدتنا. الناس عم تتابع اكثر من الراديو والتلفزيون. بالله يخليك انزل من الناس وشوف لي شو في عندها معلومات. احيانا بيكون عندهم معلومات نحن كثير صعب نحصل عليها. صدقني يا استاذ عم ببذل جهدي، يعني ما خليت محطه الا وسمعتها، ما خليت صفحه انترنت الا وقلبتها، وعم بسال هون وهون وما حدا عم يعرف. لكن شو صار بالباخره؟ وين اختفى؟ لعمة هي باخره فيها 38 الف راس غنم، مو ضحكه لعبه. الو نعم، اهلا وسهلا. لا لا نحن متابعين الموضوع تمام، اول ما بيوصلنا اي خبر فورا رح ننشره. ايه طبعا طبعا عم يراقبوها، عم يراقبوها بالاقمار الصناعيه معلوم. ايه تكرم عينك، على عيني وراسي. شكرا شكرا، مع السلامه. هذا مراسل مجله شمس الاصيل عم يتصل بده معلومات من عنا، لانه جريدتنا فعلا لها مصداقيه عاليه. الله يخليك، بدي منك تبذل لي جهد كبير وتجيب لي معلومات جديده. خلص استاذ، تكرم عينك، على راسي وعيني. صحيح يا عماد نحن بنزود الناس بالاخبار، بس احيانا الناس بتكون مصدر اخبار جيد لنا. والله يا استاذ انا مثلي مثلك، ما بعرف شيء عن باخره الخواريف، اصلا انا ما كثير بهتم بالاخبار العالميه. طيب ومعلمك ابو مستو؟ والله ما بعرف، ابو مستو مسافر من 10 ايام. لوين من غير شر؟ صدقني ما بعرف، علمي علمك. طيب ماشي حالي، يعطيك العافيه. اهلين وسهلين استاذ، اهلين وسهلين، الله معك. اهلين اهلين مهند، اهلين وسهلين.